كما رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أسماء آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لما قدمه جلالته من دعم كبير ورعاية كريمة للسلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، مثمنا معاليه المساندة التي يحظى بها مجلس الشورى من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله لتحقيق ما فيه خير ومصلحة البحرين وشعبها الكريم، مواصلة للنهج الديمقراطي الذي يؤمن به جلالته، وتعزيزا لمسيرة الخير والتنمية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. وقدم معالي رئيس مجلس الشورى الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، لما قدمه سموه من تعاون مثمر وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي عكس توجهات سموه المخلصة للارتقاء بالوطن الغالي. وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن عظيم الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعاون سموه المثمر والبناء مع السلطة التشريعية، والذي عكس توجهات سموه المخلصة.